تحط صوت العالم ولا تحرق. كيف حلب عزيز 17/7/2012 دبابات اللي تقصف عزيز محتاج. شفتهم كيف حلب عزيز؟ الله اكبر. كيف حلب عزيز؟ 16/7/2012 سبابات اللي تقصف شفت عزيز. الو هناك شوفي الحمد لله رب العالمين. والله بدي اقتحم عزاز بس ما عم بحسني. بقول في 4 دبابات بدي اقتحم عزاز من طريقي طريق قسطل بس الحمد لله ما عم بحسني. خير ما في شيء كويسين حيصرين لحد الان. 4 دبابات ايه هدول نفسهم. هدول هن نفسهم دبابات. ايوه كن صعب مبين عم بنسحبوا وقلع بيقطعوا. يا شباب عم بنسحبوا شحنون طيارة طيارة يا شباب عم بنسحبوا فرق الدين صاروا على زبد صاروا على طريق القصر. يا شباب عم بنسحبوا صحاب ايش؟ لا من جراب بس مو منها العساكر. باب السلام يا اجاب باب السلام. الله اكبر سحارة. الله اكبر سحارة الدبابات بهروني من اعزاز. الله اكبر العساكر فوق الدبابة فوق الدبابة. الله اكبر تعالوا بك ساعة دبابات من فوق الدبابة تعالوا ضربات الجيش الحر. عم بصور عم بصور هلين. هروب الدبابات من تحت ضربات الجيش الحر. الله اكبر 16/7/2012 يا شباب في عساكر على ابراج الدبابه افتحوا البقيزه شوي على الله اكبر. الله اكبر
نور اهي. عساكر شو عم تعمل؟ يا شباب ايش دبابة في وراها عساكر جنب اليمين في عساكر بتبوا عليها بس تعرف بكيسي عبد الرحمن العساكر هن على تراب يا شباب عم يحتموا بالدبابة شحط شحط جثة عباش حط عباش حط واحد منهم الله اكبر عباش حط عسكر عباش حط عسكر يلا الله اكبر يلا استعمل عليهم استعمل عليهم والله العظيم بدي افتح الله اكبر الله اكبر احدى الجثث من كلاب الاسد التي يتم سحبها الله اكبر